الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ومن سورة المائدة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإمام العلم، إمام أهل زماني كما قال أبو حاتم، وهذا من أعلى درجات التوثيق. قال: أخبرنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف الفريابي ثقة، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم صدوق. قال: أخبرنا إسرائيل. إسرائيل بن يونس ومن ثقات الأسباط، رواه الله الجماعة. قال: حدثنا أبو إسحاق. أبو إسحاق السبيعي جده، إسحاق السبيعي وعي من أوعية العلم. نعم. قال: عن عمرو بن شراحبيل أبي ميسرة. قال ايش؟ عن عمرو بن شراحبيل ابي ميسره ثقه، وثق ابن معين وغيره. قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رضي الله عنه وارضاه، الخليفه الراشد، امير المؤمنين، الوزير الثاني، وهو من العشر المبشرين بالجنه، انه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في البقره يسالونك عن لا في قبلها، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر، فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فدعي عمر فقرأت عليه ثم قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فدعي عمر رضي الله عنه فقرأت عليه فقال: انتهينا انتهينا. وقد روي عن إسرائيل هذا الحديث مرسلا. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب من ثقات الأثبات، رواه الله الجماعة. قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي من ثقات الأثبات، رواه الله الجماعة. قال: عن إسرائيل. إسرائيل بن يونس ومن الثقات كما بينا قبل ذلك. قال: عن أبي إسحاق. قال: عن أبي ميسرة عمرو بن شراحبيل أن عمر بن الخطاب. عن البراء ولا عن أبي ميسرة؟ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فذكر نحوه، وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف. هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال: اللهم بين لنا في الخمر شفاء، بيان شفاء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، تعلمون أنه وافق ربه جل في علاه في غير ما موضع، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم على الحجاب أنه يدخل عليك أهل النفاق وأهل، تفضلوا جزاكم الله خير، أهل النفاق وأهل الصلاح، فأنزل الله جل في علاه فأنزل الله جل في علاه آية الحجاب. وأيضا لما قال عمر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكان عمر الخطاب يتذبذب عنده في أمور معينة، في أمر أمر الكلالة وأمر الخمر، قال بيان الشفاء، وأنزل الله على الشفاء وبيان الشفاء على الخمر، لأن الخمر تدرج الله أو حدث التدريج في تحريمها. أولها قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وأيضا بأن النبي بأن الله جل في علاه قال إن الله يلوح أراه يلوح بالخمر، وأمرهم بذلك، لأن السلام أولا الله تعالى قال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا على الجواز، وكانوا يشربون الخمر أنهارا، ثم أراد أن يعرض بالخمر، وقال: يسألونك عن الخمر والميسر، فيما قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا كان تعريض بالخمر حتى تحرم. ثم أنزل الله جل في علاه قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: فهل أنتم
في قول الله تعالى فلا أنتم منتهون، قال الصحابة رضي الله عنهم انتهينا ربنا انتهينا ربنا، فقد أنزل الله تعالى تحريم الخمر تحريما باتا. ولذلك لما جاء رجل براوية فيها خمر فقال فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم بأن الله قد حرمها؟ فقال له رجل وساره، فقال له خذها بيعها فاستبدلها. قال بما سررته؟ قال قلت له خذها فبيعها فاستبد ثمنها. فقال له أما علمت أن الذي حرم شربها حرم ثمنها؟ أما علمت أن الذي حرم شربها حرم ثمنها؟ فهنا الخمر جزم القرآن بتحريمها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا بشدة الأحكام عليها بقوله لعن في الخمر عشر، لعن في الخمر عشر، وأيضا حرم ثمن الخمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الخمر أو نهى عن ثمن الخمر والكلب والخنزير والميتة إلى آخر الأحاديث التي جاءت تنهى عن ذلك. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا أيضا أو اكتمال البيان في تحريم الخمر. لكن هنا فيها مسائل، المسألة الأولى موافقة عمر للقرآن، وأن عمر الخطاب كان يرى بأن الناس يعني عندما قال الله تعالى يسألونك الخمر والميسر قل فيما إثم كبير، الناس هنا منهم من يقرب الخمر ومنهم من يبتعد عن الخمر ومنهم من يخاف من أن يشرب الخمرة، ولا سيما أنه قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فلما قال ذلك قال عمر ودعا ربه جل في علاه لو بين لهم الخمر، فنزل الجزم بتحريم الخمر. وهذه كرامة لعمر الخطاب لأنه ملهم محدث موافقة القرآن له. والمسألة الثانية حسن انقياد وانصياع الصحابة الكرام، حسن انقياد وانصياع الصحابة الكرام بأنهم لما أنزل الله تعالى الجزم بتحريم الخمر عندما قال فهل أنتم منتهون، قال أنس يصف لنا قال أبو طلحة كانت تدور معه من المهاجرين والأنصار تدور عليهم الرؤوس على الكؤوس، فلما سمعوا قول الله تعالى فهل أنتم منتهون ألقوا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، حتى صارت المدينة تغرق في الخمر، صارت الخمر أنهارا بعدما سكبوا دنان الخمر في سكك المدينة. انقياد تام واستسلام تام لربنا جل في علاه، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وفيها المسألة الثالثة في هذا الباب وهو في قول الله تعالى لا تقربوا صلاة أنتم سكارى، احتج بها من قال بأن تصرفات السكران يعتبر بها لأنه خاطبه حال سكره وقال لا تقربوا صلاة أنتم سكارى، وهذا خطأ في الاستدلال. والصحيح الراجح بأن السكر مزيل للعقل، وإن كان صاحبه آثما فإنه لا تعتبر بتصرفاته إلا في ضمان المتلفات، فلو طلق لا يقع، فلو كفر حتى حال سكره لا يكفر ولا يرتد بذلك. نعم الفوائد المستنبطة. نعم جواز الدعاء بالفتح في العلم، جواز بل قل سنية الدعاء بالفتح في العلم. ولذلك كان من تيمية من وين هذه أولا؟ في قول عمر اللهم بين لنا، من تيمية كان يمرغ نفسه في التراب يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني أو فهم سليمان فهمني. المحتمل لا تترتب عليه الأحكام، المحتمل لا تترتب عليه الأحكام، من وين هذه؟ ظل وحيدا الأستاذ حريص أتى بها بفضل الله، جزاه الله خيرا. وأيضا سلفي قال أجاب إجابة صحيحة صح. هو قول عمر اللهم بين اللهم بين، هذه الشاهد من هنا في كل آية تنزل فيها احتمالية، قال يسألونك عن الخمر فيهما إثم كبير تعريض بها، فقال اللهم بين، قال لا تقصد أن السكارى قال اللهم بين، حتى لما جاءت فهل أنتم منتهون قال انتهينا ربنا انتهينا ربنا. حكمة الباري في تدريج الأحكام، حكمة الباري في تدريج الأحكام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول في بعض الجهات يتكلف بعض الموظفين بتخليص الأوراق مقابل بعض المال، فهل يصح ذلك؟ طبعا وإذا كان التخليص أصلا لا فيها تفصيل، إذا كان بعض المكلفين يعني إيش المكلفين؟ بس بعض الموظفين ده عملهم يعني، أصل المسألة فيها تفصيل،
يعني إن كان ده عملهم ولا يعني ينجزونه لك بحال من الأحوال إلا أن تدفع، فأنت تدفع مضطرا ويأكلونهم سحتا. وأما المسألة إن أنت عشان ما لا تقف طبورا مثلا أو جيء تعطيه في هذا الباب، أو أنه هناك العامل لا يمكن أن ينهي لك ذلك إلا بأن تدفع، هذا أمر آخر. فإن كانت المسألة للتسهيل عليك أو لاقتطاع الوقت، فالحق أن هذا لا يجوز، لأنه سيدخل في شبهة الرشوة ولعن الله الراشي والمرتشي. وأما إذا كان هو العامل أيضا الداخل أو الموظف، يعني لا يمكن أن يقبل ورقك إلا بهذا أو بطريق واسطة عشان يأخذ منه المال، فأنت تدفع الضرر عن نفسك بهذا المال، يأكل هو سحتا وتكون وصلت إلى مأربك. أما إذا كان كما قلت المسألة راجعة بالفضل عليك وستتعدى أيضا وتتقدم أنت الآخرين، فهذا لا يجوز، لأنه سيدخل في مسألة الرشوة. هل دعاء يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني هذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا أعرف مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذهاب العقل جزئي، فهل يؤخذ السكران بذلك؟ نعم يؤخذ، نعم. أو بأفعاله؟ نعم يؤخذ المسألة على ما يعني يدرك ما فعل. كلما كان الإدراك أعظم كلما كانت المحاسبة أعظم.